أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار شركات الاتصال العاملة بالمملكة في الاستفادة من فرص النمو لتطوير خدماتها ومنتجاتها بما يعزز هذا القطاع وتنافسيته. وأكد سموه على دور قطاع الاتصالات كأحدى المقومات الحيوية لتعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية في مملكة البحرين وتقديمها خدمات بمعايير متقدمة. جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية مع الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية باتلكو والشيخ علي بن خليفة الخليفة عضو مجلس الإدارة، حيث أشار سموه إلى أن ما شاهده القطاع من استمرار في النمو منذ ما يقارب العقدين قد دعمه تطوير الأطر التنظيمية التي عززت من التنافسية القطاع واستدامة نموه باستيعاب المستجدات في عالم الاتصالات، منوها سموه بدور هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات والمواصلات وأسهامها في مواكبة القطاع للمعايير الدولية في هذا المجال بما يعزز من مردوده التنموية. وتمنى سموه خلال اللقاء النجاح والتوفيق للشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة والشيخ علي بن خليفة الخليفة في مهامهما بمجلس إدارة الشركة. من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة شركة باتلكو الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعم سموه لقطاع الاتصالات في المملكة واهتمامه الكبير بتعزيز أدائه بالشكل الذي يتواكب مع ما يشهده من تطور سريع.